الناموس والجهود المبذولة في مكافحة الإيدز في السودان إلا أننا لا نزال نجابه العديد من التحديات المتمثلة في التفاوت في القدرات على مستوى المركز والولايات، فضلا على توفير الموارد لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمرضى. إلا أن الدولة لم تتوانى في بذل الجهود لمكافحة الإيدز، وذلك عبر برنامج منظم لرفع الوعي بمتلازمة نقص المناعة المكتسب خاصة وسط النساء، حيث إن نسبة النساء اللاتي يمتلكن المعرفة الشاملة حول الحقائق الأساسية للفيروس منخفض، إضافة إلى منطقتنا تصنف من المناطق ذات التغطية العلاجية المنخفضة. لكل هذه الأسباب حرصنا أن يكون شعارنا اليوم نعمل من أجل تحسين أوضاع المتعايشات مع متلازمة نقص المناعة المكتسبة الإيدز، من أجل مناظرة النساء المتعايشات مع الإيدز ودعم لحقوقهن في العيش الكريم. وزارة الصحة